المقابلة بطبيعة الحال غادي تكون حتى هي صعيبة، لأنه جميع الفرق الإفريقية كانوا جميع فهي قوية. غادي ناخذ هذه المقابلة بجدية، غادي نحاولوا نفوزوا عليها كيف فزنا في المقابلة الأولى، ونحاولوا يعني نرجعوا الاعتبار للكرة المغربية. إذا سجلتي أهداف عديدة في المباريات الماضية، ربما كيخليك مرشح أنك تكون من الهدافين المستقبلين للكرة المغربية في المستقبل، في نظرك واش هذا كيشكل لنا ضغط أنك تكون معول عليك بشكل كبير في جمهور المنتخب المغربي؟ وبالنسبه لي انا شخصيا فانا مستعد لاي مقابله، يعني اي مقابله انا مستعد لها، وكنتمنى ان شاء الله اني نلقى في المسار يعني نسجل جميع المقابلات. وبطبيعه الحال انا كنحلم انني نكون هو قائد الهجوم ديال المنتخب الوطني مستقبلا ان شاء الله. الحمد لله كنتي تقول بالله يمكن الجمهور ما كانش راضي عليك، ما كنتيش تسجل اهداف بما فيه الكفايه، دابا الان من بعد ما سجلتي بدات اهداف تظن ان الجمهور غادي يكون دابا يعني نقولوا صالح مع الحمد لله؟ بطبيعة الحال فما غاديش نلوم الجمهور، لان الجمهور كي يعني باغي غير النتائج، وخصوصا من المهاجمين باغي يسجل الاهداف. يعني ما كنتش كنلعب مقابله كثيره مع المنتخب الوطني المغربي باش نسجل الاهداف، الحمد لله مع الناخب الوطني الزكي عطاتني فرصه وسجلت الحمد لله، وكنتمنى اني نبقى في ان شاء الله. بما يخص الدوري الصيني انت ان شاء الله الحمد لله يعني من احسن الهدافين في الدوري الصيني، واش باغي تبقى في الدوري الصيني او تبدل الوجهه؟ لا بطبيعة الحال انا كنتمنى انني ننتقل لشي فريق يكون كبير في اوروبا، وحنايا كنتسناو اذا كان ان شاء الله شي حاجه، ما كانتش انا غادي نستمر في الفريق ديالي ان شاء الله. ان شاء الله.